تهوى التشكي من الظروف المعيشية. استضافت قاعة المعارض في المركز الثقافي العربي في مدينة الحسكة العرض المسرحي الجديد مكاشفة، الذي تقيمه مديرية المسارح والموسيقى والمسرح القومي في المحافظة. هذا العرض هو إضافة جديدة للمسرح القومي بالحسكة، تجربة جديدة حقيقة من حيث يعني الشكل والمكان. حاولنا أن نخرج عن إطار العلبة الإيطالية، عن خشبة المسرح. ربما طبيعة النص تفرض هكذا حالة، النص يعني هو مأخوذ عن نص لتشيخوف، فمطالب هذا النص أو الممثل بشكل أو بآخر يكون على حالة من الالتحام المباشر مع الناس، مع الحضور، لأن العرض هو أقرب إلى المحاضرة. العرض هو نص لأنطون تشيخوف، نص فلسفي حول مزار التبغ، يحكي عن التناقض الإنساني أو يعني المعاناة ما بين الضعف والقوة، أنه هو ما إنسان مهزوم من قبل زوجته، بفجر هذا الأمر بمحاضرة ما، هو يعني دكتور بالجامعة شخصية العمل. صراحة هو عمل متعب جدا كنص كأداء. شكرا للمسرح القومي بالحسكة لتنشيط هذه المياه الراكدة في الحياة الثقافية في المدينة. العرض المسرحي الجديد الذي ينتمي إلى أعمال المونودراما استقى معده ومخرجه عبدالله الزاهد نصه من أحد نصوص الكاتب الروسي الشهير أنطون تشيخوف، واعتمد فيه على الممثل الأوحد الشاب يوسف شاكر لتجسيد بطولة العمل وتسخير إمكانياته الفنية الكاملة وقدرته على تجسيد الانفعالات البشرية المختلفة والتفاعل المباشر مع الجمهور لإيصال الرسالة التي يتضمنها العمل. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.